اهلا بكم في قناه توماس ترين. قبل ما نبدا حكايتنا النهارده ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ما سبب طلاق الفنانه شويكار من فؤاد المهندس؟ وهل خانت شويكار فؤاد المهندس مع فنان شاب مشهور؟ وهل هي اخت الفنانه شاهيناز؟ كل ده واكتر هتعرفوه معانا، لكن قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. الفنانه شويكار اسمها الحقيقي شويكار ابراهيم توب سقار، من مواليد 4 نوفمبر عام 1938 برج العقرب. ولدت في مدينة الأسكندرية، هي من أسرة سرية، جدها كان ضابط في جيش محمد علي باشا ولقب باللقب التركي توب سقال. اتعلمت شويكار في المدارس الفرنسية، والدها كان معروف إنه بيحب الشعر الفرنسي وكان بيحب الحياة جدا، وأمها كانت بتحب الفن وعازفة بيانو. لما وصلت 18 سنة أقنعها والدها إبراهيم توب سقال بالزواج من المهندس حسن نافع، وهو كان شاب سري وناجح في عمله وكان يعتبر أكبر جواهرجي في القاهرة، وخلفت منه بنتها الوحيدة من طلاب. بعد الزواج من سنة صدمت شويكار الأولى لما تعب جوزها حسن نافع وأصيب بسرطان المخ وتوفى مبكرا، وكان عمرها تقريبا وقتها حوالي 20 سنة، وترك لها أملاك، وقررت بعد ذلك أن تستكمل دراستها في كلية الآداب قسم فرنساوي، وكانت بتربي بنتها وبتدرس في نفس الوقت. في سنة 1958 فازت في مسابقة ملكة جمال البلاش، بعدها حصلت على لقب الأم المثالية في نادي سبورتنج الرياضي في الأسكندرية. بعد كده التحقت بالعمل في فرقة أنصار التمثيل، وده بناء على نصيحة المخرج حسن رضا. وأثناء عملها في المسرح شاف المخرج كمال الشيخ، وسنة 1960 رشحها للمشاركة في فيلم حب الوحيد أمام عمر الشريف ونادية لطفي. بعد كده ساعدها على ذلك الفنان الكبير عبد الوارث عصر لما ادها دروس في الإلقاء والتمثيل. وفي سنة 1963 سمعت إن الفنان فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي عايزين بطلة لمسرحية السكرتير الفني، وعملت الدور بالفعل. بعد كده عملت مسرحية أنا وهو وهي مع فؤاد المهندس، وأثناء العمل على المسرح فوجئت فؤاد المهندس يخرج على النص ويعرض عليها الزواج أمام الجمهور، وقال لها تتجوزيني يا بسكوتة؟ فردت شويكار عليه وقالت للجمهور ده فؤاد المهندس اللي بيتكلم مش بطل المسرحية، إيه رأيكم؟ فرد الجمهور بالتصفيق والفرحة، وقالت لفؤاد موافقة، وعاشوا مع بعض فترة طويلة وقدموا أجمل قبل على المسرح وشاشة السينما. من أهم أفلامهم غرام في أغسطس، أجازة بالعافية، الراجل ده هيجنني 67، أخطر رجل في العالم 67، أجازة غرام 67، مطاردة غرامية، مراتي مجنونة، أشجع رجل في العالم، أرض النفاق، ومجموعة من المسرحيات أهمها سيدة الجميلة، حواء الساعة 12، إنها حقا عائلة محترمة، وغيرها من الأعمال. وبعدين بدأت تطلع الشائعات عليه بسبب خلافات كثيرة، وذلك أدى إلى الانفصال، إلا إن المقربين، وكان في تصريح شهير في موقع صدى البلد بيقول إن سر طلاق شويكار وفؤاد المهندس إنها ضربته بزجاجة على رأسه بسبب ممثل مغمور. كما وصف أحد الصحفيين في مجلة الشبكة اللبنانية سنة 1971 وقال إن كان في خلاف حقيقي بينهما في إحدى السهرات العامة التي حضر الزوجان إليها، وتصرف حينها فؤاد بعصبية شديدة مع شاب أسمر كان بيجلس في نفس المكان، بعدما لاحظ إنه يتبادل النظرات مع زوجته شويكار. فانفعل فؤاد وقال لها على فكرة أنت مراتي، إزاي بتبصي كده للشاب ده؟ وانتهت السهرة بمغادرة المكان. في هذا الوقت كانت أفلام فؤاد المهندس بتحتل أعلى الإيرادات، وتعرض على فؤاد المهندس إن يعمل دور في فيلم عريس بنت الوزير، وذهب للاستوديو وفوجئ فؤاد المهندس إنه هياخد البطولة الثالثة، والسبب في ده كان شويكار. وبعدها تحدثت طبعا معها، إلا إنها أقنعته بإن الفيلم بطولة نسائية، وتمت إسناد البطولة الرجالية للشاب الأسمر محمد خيري، وكان حينها ناشئا في بداية حياته الفنية. محمد خيري اللي كان له علاقة بممثلات كثيرة جدا، وخصوصا ممثلات صغيرات السن، وكان أشهرهم زواجه من الفنانة زيزي مصطفى، وابتعد عن التمثيل فترة بسبب تجنيده لعدة سنوات، ولم يقدم إلا بطولة واحدة مع الفنانة ماجدة في فيلم العمر لحظة. نشبت خلاف حول الفيلم ومشاكل عديدة، ومن هنا بدأ الأمر يسوء بين فؤاد وشويكار، وشعر فؤاد إن في قصة حب بينهما، إلا أن الفنانة شويكار صرحت بأن محمد خيري هو مجرد صديق، وطلب فؤاد أن تبتعد عن محمد خيري
إلا إنها رفضت وقالت ما أقدرش أسيبه، ده صديقي. وأقنعت فؤاد بإنه غير جدير بصداقته، وظلت هي وخيري صديقين. وبعدها في سهرة من السهرات مرة أخرى دخل فؤاد المهندس وهي قاعدة مع محمد خيري، وأخد شويكار للبيت ونشبت بينهم الخلافات والصراعات، فضربت شويكار فؤاد المهندس بالزجاجة وفتحت له دماغه. وذهبت شويكار لصديقتها سهير البابلي وقتها وقالت لها ده فؤاد كان سكران وعايز يحبسني. وحاولت سهير البابلي بعد ذلك أن تصلح بينهما، إلا إن في سنة 1970 ازدادت المشاكل واتطلقوا مرتين، وبقى يبعدوا ويرجعوا وانفصلوا عن بعض بس مش بشكل رسمي. وفي مسرحية سك على بناتك اتطلقوا بطلاق رسمي وقالوا إننا هنفضل أصدقاء. الفنانة شويكار لها أخت جميلة جدا وتشبهها اسمها شاهناز، وهي متجوزة من الملحن حلم بكر، بس مش الفنانة شاهناز. صرحت قبل كده المنتجة اعتماد خورشيد وقالت إن الفنانة شويكار جندت من صلاح نصر، إلا أن الفنانة شويكار أنكرت ذلك، وكانت دايما بتحكي إن الرئيسة جمال عبد الناصر الذي طلب منها الاستمرار في عرض مسرحية سيدة الجميلة، وذلك في حرب الاستنزاف، لأنه كان على حد تعبيرها كان بيشوف إن الناس محبطة ومكسورة الخاطر، والفن مهم لإسعاد الناس والمساهمة في تخفيف الضغط النفسي عليهم. وقالت إن هذه التجربة كنت أنا والراحل فؤاد المهندس بنقدم المسرحية يوميا، وبداخلنا ألم وانكسار، ومهمتنا كانت رسمة الابتسامة على وجوه مهزومة. بعد انفصال شويكار المهندس تقدم لها الكاتب والسيناريست بهجت قمر لخطبتها، إلا إنها رفضته وقالت مش موافقة، أنا كنت متجوزة فؤاد المهندس واللي عايز يتجوزني يكون مش أقل من فؤاد المهندس. إلا إنها خدت تجربة الزواج مرة ثالثة من السيناريست مدحت يوسف. الفنانة شويكار ندمت على تجربتها مع المخرج خالد يوسف في فيلم كلمني شكرا، وصرحت على قناة الام بي سي، قالت في برنامج القصر إنها لم تسعد بدورها في هذا الفيلم، وإن خالد يوسف كان بيعاملها معاملة سيئة. تعرضت الفنانة شويكار في أغسطس 2016 لأزمة صحية بعد جراحة خضعت لها، وكانت النجمة نبيلة عبيد بتزورها دائما نظرا للعلاقة الصداقة القوية بينهم. رحلت الفنانة شويكار عن عالمنا مساء الجمعة في 14 أغسطس 2020 عن عمر يناهز 85 سنة بعد صراع طويل مع المرض. رحم الله الفنانة شويكار. جبنا لكم الحكاية كلها بالتفصيل. ادعمنا باللايك والاشتراك وانتظرونا في المزيد.